خلوني او قبل ما ابدا مع حضرتك الحوار نذهب لمتابعه خاصه من غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، ومن هناك هيكون معانا سياده رائد احمد نور الدين مشرف غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. سياده رائد اهلا بيك، ويعني في البدايه ازاي بترصدوا اول ايام تطبيق القرار على ارض الواقع منع سير النقل؟ اعتقد انه احنا دلوقتي في هذا الوقت، يعني كلمنا اكتر ازاي بيتم مراقبة هذه المسألة. مساء الخير لحضرتك ولجميع الساده اهلا. المشاهدين. مع بدايه اول يوم تام لتطبيق قرار منع النقل، الحمد لله بيشهد سيوله مروريه تامه. احنا بالاقتراب من الساعه 10 مساء، لكن الحمد لله بمتابعه بالنسبه لكثافات الذروه الصباحيه وكثافات الذروه المسائيه، الحمد لله كان في تاثير ملحوظ بالنسبه للاحجام المروريه المعتاده يوميا، في انخفاض في معدل الاحجام المروريه والكثافات المعتاده يوميا، مع الامان الكامل بالنسبه لجميع قواعد السيارات خاصه مستخدمي الدائري القديم. بالنسبه للدائري الاقليمي الحمد لله تم تعزيز من قبل وزاره الداخليه للخدمات الامنيه والخدمات المروريه، ايضا بالنسبه لكافه الخدمات المعاونه على مناطق الدائري الاقليمي، والحمد لله بتسيير الحركه المروريه بشكل امن وغير اي ملاحظ ست رائد لو تسمح بالنسبه لي، للحركه المروريه على هل الاقليمي. الفرق ابتديتوا تلاحظوه علشان بدء تطبيق القرار، ولا عشان النهارده السبت فالدائري بيبقى افضل الحقيقه بكثير، يعني على الكثافات المروريه بيتم طبعا؟ مقارنه بالنسبه لايام تم مقارنة بالنسبة لأيام السبت اللي فاتت قبل كده، الحمد لله في تأثير وفي تغيير ملحوظ بالنسبة لمعدلات الحركة المرورية المعتادة يوم السبت من كل أسبوع. طبعا أول سبت تم بنشهد انخفاض بالنسبة لمعدل كثافات الذروة ووقت الذروة الصباحية ووقت الذروة المسائية، مع عدم وجود أي سيارات نقل على الدائري القديم. بالنسبه للدائري الاقليمي ايضا بيشهد احجام مروريه غير مسبوقه، احجام مروريه ازيد من المتواجده سابقا، لكن الحمد لله تمام بكامل سرعتها بدون اي تاثيرات او اي كثافات او حتى سرعات بطيئه. يمكن عادة واحنا بنتابع مع حضراتكم من غرفة العمليات، يعني بيكون حضرتك وزملاء حضرتك طبعا في هذا المكان، وفي الشاشات اللي يمكن ورا حضرتك وفي كل الغرفة، لو تشرح لنا الشاشات دي دورها ايه المناطق اللي بتغطيها، ايه الشوارع اللي ورا حضرتك؟ بداية من الشاشة اللي في مناطق شرق الدائري، مناطق المحصورة ما بين أعلى القطامية ومناطق مدخل الجولف في المتجه والقادم، نفس المنطقة ما بين مدخل الجولف ومدخل التجمع الأول ومدخل التجمع الخامس، عندنا هنا الشاشة الثانية الأعلى بترصد الحركة أعلى مناطق أثر النبي، الشاشة اللي أسفل أعلى منزل الصعيد وشارع ربيع الجيزي. بالنسبة للشاشات الأخرى تمام على مناطق منازل البحر الأعظم ومطالع، عدة منازل ومطالع بيتم تكثيف الخدمات بالنسبة لنفس الموقع يوميا لتسهيل الحركة المرورية بالنسبة لوقت الذروة. أيضا بالنسبة لكوبري أعلى السراد في الاتجاهين بيتم التكثيف لعدم ووجود أي أعطال بيبقى ليها تأثير مباشر على الحركة المرورية. عندنا ايضا بالنسبه لمناطق طريق السويس ومحور 26 يوليو، مناطق اعلى السودان ومناطق ارض اليوم. خليني اسال حضرتك، يعني من خلال هذه المناطق اللي بيتم مراقبتها داخل الغرفه عند حضرتك، على سبيل المثال وقع حادث كبير، وقع اختناق مروري بسبب ما، ايه التصرفات او الاجراءات اللي حضراتكم بتتخذوها في بدايه الموقف؟ هو من خلال كاميرات المراقبه بيتم رصد الحركه المروريه على مدار الدوام خلال ال 24 ساعه، في حاله مشاهده اي تاثير على الحركه المروريه بيتم الاختيار اقرب خدمه واقرب اتجاه، يعني ممكن يكون الحادثه في اتجاه ويتم اختيار الخدمه في الاتجاه الاخر هيكون الاقرب لعدم السير في كثافات الناتجه عن الحادث او الحركه المروريه. وبيتم التحرك بالنسبه للخدمات ومتابعه لحين الوصول، وبيتم من خلال الخدمه الربط اللاسلكي لمعرفه سبب التوقف بالتفصيل. تقريبا هل رصدتم، او طبعا رصدتم مخالفات النهارده، حجم المخالفات لليوم يا فندم؟
لا، حجم المخالفات لا تذكر، واحنا بنشكر قائدي سيارات النقل وملاك سيارات النقل على التزامهم بقرار حظر النقل بداية من اليوم، وهم ملتزمين بحمد الله تمام بعدم الدخول لمناطق الدائري من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا، والالتزام بمرور بالدائري الإقليمي. والدائري الإقليمي من أهم المشاريع اللي قامت بها الدولة في الفترة المؤخرة بالنسبة للطرق، لأنه بيخدم حوالي 6 محافظات وبيربط حوالي 14 طريق ومحور رئيسي مؤدي للقاهرة بطول 365 كيلو، وده بينقل أحجام أو حركات المرور بداية عن التجمع العمراني خارج نطاق القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة رائد أحمد نور الدين، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. بشكرك يا فندم على هذه المعلومات وعلى وجودك معنا.